أثناء مطاردته الخنازير البرية ليلاً واصطيادها في خراج بلدة بلاط قضاء مرجعيون، فوجئ المواطن فريد الحداد من مرجعيون بمهاجمته من قبل حيوان غريب ظن أنه أحد الخنازير، فأطلق عليه النار وأرداه ليتبين له أنه ضبع تائه كان يتجول في أنحاء البلدة بحثاً عن شيء يأكله. وقد عمد إلى نقل الضبع إلى منزله لتحنيطه، وفور شيوع الخبر توافد أهل البلدة لمشاهدة الحيوان الذي طالما حكت حوله القصص والروايات. أول شيء كان يقول للعالم لك في ضبع في الضبع، ما كانش يصدقوا. سمحنا سيئة بطرحنا للخنازير وإجاوا وهو سناد الله. وأنا من فترة يعني من فترة طويلة استضافت بضبع الصبح، كانت تجي الدنيا استضافت ما كانش معي سلاح لا أوسع أو شيء. وهلا دليل على ذلك إنه موجود بعض الضبع هي. يذكر أن الضبع حيوان صديق للبيئة لأنه يتغذى على جياف الحيوانات ويسهم في منع تفشي الأمراض والأوبئة التي قد تتسبب بها.